نوجههم مثلا ملي تيكون عندهم السكر ما بقاد شيء مزيان وداك الشيء تنعاودوا نوجههم لاطباء ديال السكر باش يقادوا لهم السكر ديالهم. كذلك بالنسبه للطونسيون اما حنايا اللي تناخذوهم اما الناس ديال القلب تا هما تنوجههم لهم باش يقادوا لهم الطونسيون ديالهم باش كمسا ان شاء الله ما يوصلوا شيء الله يستر للدياليز ولا الكومبليكاسيون وحدي اخرين ديال السكر وديال الطونسيون. جينا هاد الايام هادي باش نديرو واحد الحمله للتحسيس ولتشخيص الامراض الكلي خاصه الامراض المتعلقه بارتفاع الضغط وبالسكري. هنايا في العيون كنستقبلوا الناس وكندير لهم واحد العدد ديال التحليلات باش نقدروا نشخصوا بطريقه مبكره الامراض اللي كتقيس الكلي وخاصه بان الساكنه هنايا خاصها تكون على علم على ان مثلا داء السكري وداء الضغط المرتفع كيأثروا على الكلي الا ما اثروش بطريقه سريعه يقدر يكون التاثير على سنوات بعد اكتشاف المرض. بعد إجراء كافة التحاليل والاختبارات تبقى مرحلة عرض الحالات المشكوك في سلامتها على المختبر الطبي المرافق قصد الوقوف بدقة على الإحصائيات والأرقام التي تهم الأعراض المصاحبة لهذا المرض وتخرج في النهاية بنتيجة دقيقة تساعد الطبيب على الوصف الدقيق للعلاج. انه كما كنعرفوا مرض صامت الناس اللي كيعانيوا من مرض السكر لمده طويله مده سنوات وسنوات غالبا كيكونوا مقيوسين لهم الكلي ديالهم وما كيحسوا بحتى شي حاجه. نفس الشيء الناس اللي كيتبعوا على مرض الضغط ضغط الدم المرتفع ليبرتونسيون ارتيريال مده طويله حتى هما كيتقاسوا لهم الكلاوي ديالهم وما كيحسوا بحتى شي حاجه. دونك الهدف من هذه الحمله ديالنا اننا دي كتسمى كنقلبوا كنديروا تقليبه ديال البوله ديال السكر ديال التونسيون باش كنحاولوا نكشفوا على هذا على مرض الكلي وبنفس لا ميم اوكازيون كنحاولوا نشوفوا واش كنكشفوا حتى على مرض السكر واش هذا الانسان هذا كيعاني من مرض السكر وهو ما عارفش واش كيعاني من الضغط المرتفع ديال الدم وهو ما عارفش وكنوجهوهم من بعد للاخصائي اللي غادي يتبعو من بعد. ايام الفحص المبكر لمحاربه اسباب الفشل الكلوي المجانيه كانت فرصه للعديد من الساكنه قصد الكشف والتاكد من سلامتهم الصحيه من عدمها خاصه وانها تنظم تحت رعايه اطباء وخبراء اكفاء. عندي شوي مرض وقالوا عن هنا جايين شي اطباء يحتصوا رجلي وجيت انا هنا تندر شوف وزين تبارك الله الناس دي تبارك الله جات كامله ودوزت كامله وكلها عرفت اللي عندها وعطونا نسينا. انا اليوم جيت باش ندوز على الكلى وعلى السكر وعلى الجهاز البولي واليوم بقيت الحمد لله كل شيء مزيان دابا الحمد لله. انا وحده من النساء المستفيدات من هذه الحمله ديال امراض الكلي اللي كتنظم كل سنه الحمد لله وسقنا الخبر وجينا نستافدوا حنا الحمد لله التحاليل بالمجان وكل شيء فيها السكري والضغط وطول بزاف ديال المسائل الحمد لله مجانيه. جينا خويا لهذه الحمله هذه مجانيين الحمله زعما مزيانه الناس يستافدوا منها بزاف ندوزوا على الكلاوي ندوزوا على الصحه كامله والدم وداك الشيء الحمد لله مزيانه الحمد لله ماشي زعما كل شيء الناس يستافدوا منها كبير وصغير كاع اللي كان مريض بشي حاجه راه تيجي مجانيا ما كاينش حتى شي. نعاني من الكلى وجوع وجات هذه اللجنه والحمد لله قصدناها وراه نزوجنا عندها ونشوفوا من الليل الحمد لله كنشوف صحتنا من الليل صح من الليل حقت. حنا جينا اليوم لهاد اللجنه قالوا عنها قالوا لنا اللجنه جات وجيناها بغينا ندوزوا على السكر وعلى نقلعوا الدم وعلى الكلى وعلى صحاتنا كامل واستقبلونا تبارك الله استقبال زين.
الحملة الطبية للكشف المبكر عن الأمراض المسببة للكلى تخللتها ندوات تحسيسية لفائدة ساكنة المدينة للوقاية من مخاطر القصور الكلوي وكيفية خلق شراكات وتعاونيات ما بين كافة المداخلين في الشأن الصحي قصد الحد من مخاطر هذا المرض الشبح. بلقاء تواصلي مع مختلف الجمعيات الفاعلة في مجال الصحة، حيث تمت مناقشة طريقة التشارك، العقد التشاركية، كيفية قيام بشراكات مع مشاركات محلية وإقليمية وعلى صعيد الوزارة أيضا، لأنه معنا مسؤول من وزارة الصحة. تمت مناقشة مشاكل القطاع إقليميا و يعني الأمور التي يمكن القيام بها بشراكة مع مختلف الجمعيات. بطبيعة الحال هي معروفة على المستوى الوطني وفي المبادرة معروفة، لأنه هذا الناس اللي مستدعين هم جميع الهيئات الجمعوية اللي معنية بالقطاع ديال الصحة واللي تشتغل في إطار في ميدان الصحة. هادو حنا شركاء ديالنا لمدة منذ انطلاق المبادرة، ولكن اليوم الموضوع مخصص أصلا لشن هي الآليات الدعم اللي تتيحها وزارة الصحة عن طريق آلية الشراكة، يعني شنو هو شكل الدعم اللي يمكن ينطلها الجمعيات، ولكن كذلك نضمنوا الالتقائية اللي يمكن تكون مع المبادرة باش ما يكون مثلا عندنا يعني ندعموا نفس المشروع من مصدرين اللي هي وزارة الصحة والمبادرة. ارتأينا أنه نجمعوا جميع الجمعيات العاملة في الميدان الطبي ويتلاقوا مع مسؤول من وزارة الصحة باش يتفهموا كيفاش يصابوا الاتفاقيات ديالهم ويوجدوا كيفاش يستفدوا من وزارة الصحة، وهذه اندارت على هامش هذه الدورة الخامسة ديال الفحص المبكر. الأساتذة والدكاترة المحاضرون أجادوا بالتفصيل إلى الحيثيات والآليات المتبعة من طرف كل المداخلين للشأن الصحي الوطني من أجل بلورة استراتيجية حقيقية للنهوض بالقطاع الصحي، خاصة المتعلقة بتخصص أمراض الكلى الذي شهد طفرة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية. شروحات قدمت من طرف أخصائيين في تصفية الدم وزراعة الأعضاء لمسة الواقع الحالي والمستقبلي لهذه الآفة والمعضلة الصحية. هذه الحملة الخامسة اللي كتقوم بها الجمعية في مدينة العيون اللي كيقوموا بها سنويا في بمناسبة اليوم العالمي للكلية، الهدف منها هو الكشف المبكر عن أمراض الكلى لأنها هي أمراض صامتة غالبا لا المريض ولا الطبيب كيتوعى بها في البداية ديالها، والمريض ما كيتبان عليه الأعراض حتى كيكون مراحل نهائية في الفترة ديال القصور الكلوي في المراحل النهائية، وفي هذه الحالة كنقترحوا عليه الدياليز. فمن الأحسن كما كنعرفوا أن الوقاية خير من العلاج هي أن هذه الأمراض تكتشف في البداية ديالها، فهذا هو الغرض من هذه الحملة، هي الكشف المبكر لأمراض الكلى باش كيمكن لها التعالج وكيمكننا نتفاداو الوصول إلى الدياليز. المداخلة ديالي في هذه الحملة في دورتها الخامسة كنطرقوا دائما لتحسيس الناس والساكنة العيون على الكشف المبكر لأمراض الكلى والفحص عليها بطريقة سهلة باش نكشفوا على المرض السكري وارتفاع الضغط الدموي اللي هما من الأسباب التي تؤدي إلى الفشل الكلوي. والمداخلة ديالي اليوم هي ما هي أنواع علاج فشل كلوي. الناس كلهم كيعرفوا العلاجات هي التصفية ديال الدم بالدياليز ولا بالزرع، وكي ما كيعرفوش مزيان تصفية بالدياليز ديال الكرش. والمداخلة ديالي اليوم باش نعاود نذكر الناس بأنه راه كاين علاج آخر اللي هو التصفية عبر الدياليز بالكرش، اللي هي واحد التقنية اللي كتمنح المريض واحد الحرية
ويمكن له يمارسها كيعالج راسو بيديه في المنزل ديالو، واللي كتمنحو هذه التقنيه بانه يمارس العمل ديالو ولا الدراسه ديالو، وعندها واحد الحريه ديالو كتكون عنده واحد الحريه في الحياه ديالو. وهذا الديناميكي اللي اصبح كيعرفها الاهتمام بهذا الموضوع اللي هو موضوع اساسي كيهم الصحه المواطنين، علاش؟ لان هذا المرض الكلى اصبح كيعرف واحد النوع ديال الانتشار بسرعه، وكاين عوامل اللي هي تدخل في عدم التوعيه الصحيه، التربيه الصحيه، المواطن ما كيعرف شيء ما هي الاسباب وما هي المسببات. فالفيدراليه المغربيه لجمعيه القصور الكلوي وزراء الاعضاء على الصعيد الوطني تعاون مع الجمعيات المحليه وعلى راسها جمعيه الدعم الطبي مدينه العيون، اتفقنا باش يكون التخليد ويكون هذا النوع ديال التوعيه الصحيه، باش غيكون مجموعه البرامج ديال التوعيه الصحيه ديال السياسه القرب للمواطنين، باش يفسروا ما المسببات، ما السبب، ما المشكل وما الحل. هذا هو الاشكال، المواطن يطلبوا هذا، ما بقاش حنا عندنا الامكانيه باش نقوم بالمراكز التصفيه، ما عندناش امكانيه باش نشريو الالات، حنا لابد من الترشيد ديال هاد ديال هاد ديال هاد ديال هاد النفقات اللي كتنفق الدوله كتخصصها، بالتحسيس، بالتوعيه، بالقرب من المواطنين في المدارس، في الجامعات، في دور الشباب، حتى كذلك المواطن العادي اصبحوا اليوم اليات بسيطه اللي يمكن يتلافى بها المريض المرض، ناخروا على الاقل ذلك بتحليلات بسيطه، تحليلات بوليه، يمكن يعبر الضغط ديالو، يمكن يراقب القلب ديالو، يمارس واحد المجموعه ديال الممارسات اللي هي بسيطه، يتمشى على الاقل واحد نص ساعه ديال الرياضه ولو ماشي، يشرب واحد المقدار ديال الماء، وهذو المواطن ما كيردش لهم البال، حتى كتوقع الطمه الكبرى وكيبقى الالام وكيبقى الحلال ديال الاسره وديال المجتمع. هناك عدد من الحالات التي يجب أن تحرص على الكشف الدوري عن الكلى ومسبباته أكثر من غيرهم، وهم مرضى السكري والضغط الدموي، المدخنون وذوي السمنة، فضلاً عن الأشخاص الذين تتعدى أعمارهم 50 سنة. وبشكل عام فإن الكشف المبكر عن الكلى ومع الأرقام والحالات المتزايدة وبشكل مهول كل يوم وارتفاع الشروط البسيطة الكفيلة بجعل الإنسان يحيا حياة سليمة خير من العلاج، وذلك بالكشف الدوري المستمر وعلاج الأمراض المسببة والتي يمكن أن تتجنب الفشل الكلوي، حيث أن علاجه الطويل المدى يشكل عبئا شديدا على المريض من الناحية الصحية المادية والاجتماعية. المواطنين، عدم التنظيم ديال الناس اللي كل شيء كيبغي يمر في وقت واحد في مناسبه واحده، وهذا شيء عادي، شيء عادي في هذه الحملات كنواجهوه بواحد النوع من الليونه وبالصبر، كنا نقدروا نديروا اكثر من 2300، ولكن عدم كل شيء الناس كيجي هو الاخر وكيقول لك انا خصني ندوز انا هو الاول لان فيا السخفه ولا انا ماني فاطر، كطرح لك عده اكراهات، ولكن الحمد لله قدينا انه نتغلبوا على هذا الشيء كامل، وهذا نجاح للاقليم اولا قبل ما يكون نجاح للجمعيه، نجاح للحمله والدوره الخامسه، نجاح للجميع المساهمين في هذه الحمله، انه دائما كنحدوا السقف ديالنا هو 2000، هذا العام الحمد لله من 1700 ديال السنه الماضيه مرينا ل 2300 ويمكن ازيد لانه باقي ما درناش الحسابات، ونتمنوا انه السنه القادمه غنجيبوا فريق متكامل أكبر من هذا ويمكننا نديرو أكبر عدد ديال الحصص.